ابويا كبرت هقول له كلام، شكرا يابا جبتني دنيا، انسان عظيم موجود فيها، هكون من افضل خلق الله، بس احفظ نفسي انا فيها، هروح الجنة عند الله. بس يابا عندي كلام عايز اقوله لك برضه، حافظ علي ما تسيبنيش، طالما موجود معايا في الدنيا ساعدني في حدود مقدرتك اني اقف على رجلي، وبتوجيهك انت وجهني، بعقلك بقى اشوف مصلحتي، حتى اروح للافضل دايما في كل شيء شاغل فكري، وما تضغطش علي اسيب تجرب عملي داخل فكري، مدام ما فيه اي خسارة ولا اذى فيه يطول مني، التجارب فيها نجاح ممكن توصل برضه يا والدي، وانا ابنك وانت اكيد عارفني، ممكن تحدد فين فكري، لو فيه ضياع طايل مني اكيد فيه رفضك بالقوة، وفيه كلام كنت هقوله ليك انت برضو يا والدي لو كنت اعرف انا في طفولتي، كلام لابويا اللي بحبه وكل اب هيسمعني، عيش اولادك في طفولة والسبح سنين لعبهم، وكون لعيب وياهم للعب الصح يروح منهم، والسبعة التانية بقى علمهم وعلم نفسك وياهم في كل شيء غايب عنك، ده العلم نور كل اوقاته، وكن استاذ قريب منهم وعارف اخبار استاذهم وبعلم ايه ماشي معاهم، والسبعة التالتة صاحبهم زي الصديق ماشي معاهم، وكون منظم للأسرة في حدود مقدرتك والدولة، حتى تعرف ترعاهم وانت كده ماشي معاهم، وهو ده اللي في قلبي لكل اب في بدايته، وفي كل حال شكرا يابا، وفي حفظ الله دنيا واخره.